تثمين التراث التاريخي للأمير عبد القادر من خلال إنشاء مخابر بحث تعنى بتخليد رموز المقاومة، استرجاع الوثائق التاريخية، وكذا تخليص دراسة التاريخ من التجاذبات الإيديولوجية هو ما دعا إليه المشاركون في أشغال اللقاء المنظم تحت عنوان الأمير عبد القادر رجل المقاومة والدولة. إذن قراءتنا لتاريخ الأمير عبد القادر لازم نتخلص من هذه القراءة اللي نسميها الإسقاطية، قراءة إسقاطية، بالتالي نتعامل مع تاريخ الأمير كما وقع بالفعل. لازم مراجعة عميقة لمانيول ستولير أو طريقة تدريس تاريخ الأمير عبد القادر وطريقة البحث في تاريخ الأمير عبد القادر. استغلينا الفرصة لنتناول بالتشريح كل مناقب الأمير عبد القادر بأقلام وطنية تتوخى الموضوعية والكتابة الأكاديمية. اللقاء الذي أقيم احتفاء بالذكرى 186 لمعركة المقطع التاريخية كان مناسبة للتأكيد على أهمية أحياء ذاكرة رموز المقاومة الشعبية بمختلف محطاتها التاريخية وحماية الشخصيات التي صنعت تاريخ الجزائر. وصلنا رسالة بأن عندما يقع اختلاف في أمر ما لا بد من عودة إلى أهل التخصص لهما مؤرخين، وكل مؤرخ في اختصاصه. لا يمكن أن يبقى المؤرخ يتفرج فيما يجري من مغالطات ومهاترات سياسية حول رموز وطنية. المشاركون دعوا أيضا بالمناسبة لإقرار يوم وطني يستذكر مناقب وإنجازات الأمير عبد القادر مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة.